جملة بتتقال في كل مكان وفي كل مناسبة بتكررها. فقال لك مين اللي هتدخل تبقى رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولكن محدش يعرف، محدش يعرف خالص خالص. في فيلم اتعرض في أمريكا السنة اللي فاتت، فيلم ولقطات منه من الفيلم مكتب رئيس المخابرات الأمريكية في CIA، ووراه صورة رئيسة الولايات المتحدة، رئيسة الولايات المتحدة في خلفيته. فيلم السنة اللي فاتت والصورة في مكتب ده الفيلم في ظهر من قام الممثل بدور رئيس المخابرات الأمريكية CIA، في ظهره صورة من صورة رئيس أمريكا، صورة رئيسة أمريكا. هل أمر يصدق؟ قد يحدث؟ نعم ولا لا؟ خلي بال حضراتكم، CIA هي كل حاجة في أمريكا، كل حاجة. سنة 21 يوم 8 نوفمبر 21 ويليام بيرنز رئيس CIA المخابرات الأمريكية اللي بيجي عندنا كتير مصر ده، راح موسكو، زار موسكو، التقى، كان لسه أوكرانيا، أوكرانيا حصل فبراير 22، وكان رايح يتكلم مع الروس، انه كان في كلام على حشد عسكري روسي على حدود اوكرانيا وغيره وغيره. فراح قابل طبعا رئيس الاستخبارات الروسيه وكلم بوتين على التليفون، كلم بوتين على التليفون. ومحلل روسي كتب مقال مهم جدا، كتب المقال ده يوم 10 يوم 11 نوفمبر عام 21. والمحلل السياسي الروسي وكاتب المقال بقول لحضراتكم في سنة 21، يعني كان لسه بايدن ما كملش سنة، استلم وقتها في 20 يناير 21 من ترامب، والزيارة كانت في نوفمبر 21. كلم مع الروس، عندكم؟ قالوا له لا مفيش، وما عندناش نوايا لأي شيء ولا حاجة، وخلاص وخلاص. المحلل السياسي الروسي قال الزيارة كان ليها الشق ده، والروس قالوا له لا مش هندخل اوكرانيا ولا هنضرب اوكرانيا. واضح طبعا الروس ايه يعني، زي ما احنا شفنا بعد كده وما زال لحد دلوقتي. فكتب المحلل السياسي الروسي قال انه حوار جرى، هو بيقول يعني انه جرى الحديث مع الروس، ما معناه كده مالناش علاقة، وانتوا يعني اجراءاتكم خدوها في اوكرانيا، دول اوروبا الشرقية، يعني كما كتب في المقال. المقال ده نشر على روسيا اليوم، اهو 10/11، ايوه بالظبط كده 10/11/21. عشان اوصل لكم لده، قال لهم بس الحاجة الأساسية، احنا ما عندناش مشكلة ان انتوا يعني تاخدوا كذا وكذا واللي انتوا هتعملوه، ولكن لينا طلب عندكم. ايه هو الطلب اللي موجود عندكم؟ هكذا كتب المحلل السياسي الروسي، الطلب اللي عندكم انتوا ملكوش علاقة باللي هيحصل فيه من صراع قوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهيكون في صراع الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإحنا مش عايزين روسيا تتدخل في هذا الأمر. طيب إزاي يعني؟ هل اللي بيحصل ده معناه، لأنه قال المحلل السياسي الروسي إنه انه برجاء عدم التدخل في الصراع القوي القادم، بكلمكم على سنة 21، بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة في حالة ايه؟ تبديل. الكلام ده يا جماعة سنة 21،
في حالة تبديل بايدن الذي تنزلق شعبيته نحو الأسفل، ده ما كملش كان سنة وقتها، بالشخصية التي لا تزيد عنه شعبية، شعبية بايدن كثيرا، كامالا هاريس. ادي قدام حضراتكم اهو الكلام ده يا جماعة، كتب في 10 نوفمبر عام 21 مقال كتب محلل سياسي روسي بعد زيارة ويليام بيرنز إلى موسكو اللي كانت يوم 8، كتب اللي قدام حضراتكم ده. ما يجري في أمريكا الآن روسيا بتتكلم عنه من عام 21، اللي هو بايدن. يعني معقولة؟ معقولة الحكاية تبقى كده يعني؟ هو ده اللي قدام حضراتكم، آدي اللي قدام حضراتكم بشكل واضح. وكان العنوان هل يتنحى، هل يعتزم الرئيس بايدن التنحى عن منصبه؟ الكلام ده في سنة 21. لازم الكلام ده نبقى شايفينه ونعمل قراءات ليه ودراسات ليه الأمور، لأن هنا في وقتها في التحليل قال لك اللي بيحرك أمريكا الدولة العميقة. قال لك يحرك أمريكا الدولة العميقة، يتحكم في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العميقة. وقال لك الدولة العميقة الأساس منها في مقدمتها المخابرات الأمريكية، الاستخبارات الأمريكية هي التي تمثل الذراع الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ما كتب يعني وقال لك هي دي اللي جابت بايدن يحكم، رغم أنه يعني أداؤه متواضع، وهي نفسها الدولة العميقة أو بين قوسين قالوا عليها حكومة الظل، هي التي جاءت بجو بايدن إلى سدة الحكم للبيت الأبيض في عام 21. هذا المقال كتب سنة 21 في روسيا. حوار اليوم